كان يستا الساحر المبدع الرسام، هو اللاعب الذي أحبه الجميع وعاشقه كل إسباني وبرشلوني. هو رمز وهو فخر وهو نموذج لقصة نجاح ابتدأت قوية، ومع كل موسم تضاعف نضجها، حتى قيل إن إنييستا هو اللاعب الكامل في كرة القدم. تكون في أكاديمية برشلونة، بدأ لاعب وسط مدافع، لكن قدراته وسيطرته المبهرة على الكرة حولته إلى لاعب وسط مهاجم. قائد برشلونة منذ الفئات السنية أبهر بموهبته وفنياته منذ الصغر، فكان الأفضل. في سن 18 التحق بالفريق الأول مع الهولندي فان خال، وبعد 3 سنوات انطلقت المسيرة الذهبية التي كللت بالنجاحات. ففاز بلقب الدوري العام 2005، ثم بثنائية الليغا ودوري الأبطال بعدها بعام، وطبعا الموسم التاريخي الذي لا ينسى هو موسم السداسية في العام 2009، والكل يتذكر الهدف القاتل الذي سجله إنييستا في نصف نهائي دوري الأبطال، والذي أهل برشلونة على حساب تشيلسي. عند الحديث عن إنييستا لا يجب أن نكتفي بتعداد النجاحات والبطولات، فإنييستا أكثر من ذلك بكثير. هو من أساطير كرة القدم الذين أضافوا وأثروا وتركوا بصمة لن تمحي بعطائهم وإبداعاتهم والتزامهم. اسم إنييستا لا يكاد يغيب عن التشكيلة المثالية الأوروبية وفي الدريم تيم للفيفا. هو الوحيد صحبة ميسي الذي حقق مع برشلونة 32 لقبا، لكن إنييستا توج 4 مرات بكأس أمم أوروبا، مرتان مع الفئة السنية ومرتان مع المنتخب الإسباني الأول. أما الأهم فأن إنييستا هو من أهدى الإسبان لقبهم المونديالي بهدف هو الأغلى في مسيرته. كثيرون اعتبروا عدم فوز إنييستا بالكرة الذهبية ظلما، لكن الكل يجمع على حب إنييستا الذي اختار الخروج من الباب الكبير بعد 22 عاما بقميص برشلونة. ودع برشلونة بثنائية الدوري والكأس، أما لحظات الوداع فحزينة مؤلمة. سنة الحياة، لا بد لكل قصة ولو كانت ناجحة من نهاية. حمد قردبو، أصداء العالم.